سريع جدا عثمان. نعم ايقاع سريع جدا، ونحن نعلم الان ونحن تكلمنا في هذا الشيء اخوك عثمان. نعم. قلت بان الايقاع سيكون سريع جدا في اخر مجموعتين. نعم في اخر مجموعتين الان دقيقه 53 400 متر الاولى من السباق. دقيقتين واحد عثمان، ايقاع دقيقتين واحد فعل البطلة الجزائرية. أن تتعامل مع هذا السباق بذكاء الآن، فعليها أن تتمركز ولا تبحث على الممر الأول وتبقى خارج الممر الأول عثمان حتى تتح لها الفرصة لكي تجتاز العداءات الأخريات. نعم 600 متر الأولى من السباق، وهناك بالتأكيد الإيقاع يزداد، وزهرة بوراس موجودة 600 متر دقيقة 32-72. أصبح الإيقاع بطيء عثمان، أبطأ من السباقات الفارطة، فلهذا عليها الآن أن تدخل من الأربع الأوائل، ليس لها اختيار آخر. نعم إذا المنافسة تزداد الآن، ندخل إلى آخر 100 متر. زهرة بوراس بالقميص الأبيض موجودة ضمن الأربع الأوائل. زهرة بوراس الجزائر، الجزائر وإيقاع أسرع يا زهرة، زهرة يا زهرة، زهرة يا زهرة. نعم 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 نعم، برافو 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 لزهرة بوراس من الجزائر، موجودة في الدور نصف النهائي. الزمن هنا كان دقيقتين ثانيتين و75% جزء من الثانية سعيد. نعم هنيئا لزهرة بوراس، رغم عثمان أبطأت من إيقاعها في آخر 30 متر ولم ترى وراءها عداء أخرى خادمة بكل قوة، ولكن زهرة بوراس عرفت كيف أن تتعامل مع ما نسمي سبرينت الأخير في آخر أقصى سرعة. نعم في آخر 20 متر وتأهلت بدون انتظار كأفضل رقم. فالآن أصبحنا لنا بطلتان سيتأهلنا إلى نصف النهائي. تمنينا من قلبنا خالص عثمان أن تكون موجودة معهما البطلة مليكة العقاوي في هذا السباق.